فوالا من اجواء الجلامر وكان والكروز بتاع الديور لاجواء مور جلامر عندنا بالاستوديو وفي هذه الجلسه النسائيه بامتياز. انا كثير حاسس حالي اليوم هيك السلطان سليمان وحريمه. رح نحكي عن موضوع اجتماعي وهو الثرثرة. أكيد الكل موجود عنا بمحيطنا، ناس نعرفهم، أصحابنا، أصدقائنا، ناس بتثرثر كثير في السمول دوز في البيج دوز. وهذا هو الموضوع اللي رح نحكي فيه. أولا نرحب بالمعالجة النفسية إيفي شاكور. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. فيكي ستيل وذ أس، أهلا وسهلا. أوف كورس، هير وي جو. وأكيد الأنجلز بتاع برنامج ببيروت، ليديز أند جنتلمان، نرحب مع بعض بكارولين سيركيس، أهلا وسهلا فيكي. نانسي قربان، أهلا وسهلا، اللي تعودتوا عليهم المشاغبتين اللذيذتين، وبتنضم لينا فور ذا فيرست تايم جوال يزبك، أهلا وسهلا. سافا؟ كله تمام؟ الحمد لله. كيف الأجواء؟ كثير عايشين على المشاهدين انه طالعين على التي في وانه مشاهدين او هيك حيسالني السؤال بدي جاوبه. لا لانه الموضوع صار ايه كله انه برافو ايدي اكزاكتلي. طيب اوكي، اللي بيحكي كثير عرفت؟ هلا لازم نكتشف هلا. طيب ححطكم ميوت جست فور ا سكند، نشوف التقرير مع بعض ونرجع. ليتس جو، تفضل. كثير ضايق جراف اليوم، ما صدقت اي ساعه اخذنا بريك. جراف كثير تعبنا اليوم. هاي هاي، كيفك؟ كيفك؟ منيح. انت كيفك؟ ان شاء الله كله تمام. شو بك اليوم؟ حسيناك بالمكتب مش رايقه معك. مدمره نفسيتي، ماني قادره احكي صراحه، ما بعرف، حاسه نفسي عم تلعي، الدنيا مغمغمه فوق كتافي، ما بعرف، بس مش قادرة أحكي صراحة. اليوم كان نهاري بشع بشع كثير، بس ما مش قادرة أحكي صراحة، ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني بلشت نهاري، رحت على البنك، قعدت شي ثلاث ساعات ما حدا عبرني. ثلاث ساعات أنا ناطرة 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 وقاعدة ناطرة ناطرة ناطرة، وبيجي لك هونيك واحد ولا أسأل من هيك، كل شوي يطلع فيي، كل شوي يطلع فيي. بعد شوي أنا قلت معلش خلص، ما رح احكي شيء، ما رح اقول شيء. بتجيني هونيك وحده بتقعد حد بتبلش. ما بعرف من وين بتجيب كل هالكلمات، ما بعرف من وين بتجيبهم صراحه. في وحده معي بالمكتب، ما بخبركم، ما بعرف شو اسمها، كان سابين نادين. راح عدي الموضوع، عديت الموضوع، طلعت لبرا لقيتهم ضاربين للسياره. عجبك؟ عجبك؟ مش مهم يعجبك صراحه، انا ما عجبني، ما عرفت شو بدي اعمل، قلت خلص بروح بسيرفيس وبعدين بترك الموضوع للخبير. ما بعرف وين قاعده، دخلت في شيء غلط على شعري، قلت له شلك اياه. فجاه مين بلتقي؟ اسمعي هالخبريه، بلال العربي مقدم. صدقي كان في حد شي 300 بنت ما عبرون كلهم، بس تصور معي انا شايفه مالها طقس غريب، الطقس شمس، ساعة شمس، ساعة شتا، ساعة شمس. لازم امرق على الميكانيسيان قريبا، كأنه حدا اصلا ضرب لي الباب، ما بعرف اي مطن ولا يلا بالاذن نحن لازم نفل. وين رايحين؟ خليكم وين رحتوا؟ شو بعرفني؟ لشو اعطيتهم من وقتها اصلا؟ شو؟ يلا ما خلص اتس اوكي، يلا نشوف. ما بعرف هالعالم بيجوا بيروحوا ما بيعرفوا. اولا بدنا نقول للمشاهدين انه اكيد كارولين مش هيك في الحقيقه. لا لا دوبل. اوكي. مش مستر جاي احكي، مش مستر جاي احكي يا جماعه، انا مش هيك. الادوار غلط والناس حتفهمني غلط. لا لا بالعكس. بالعكس انا حسيت انه اديته الدور بطريقه كثير كثير حلوه، ويمكن في ناس اكثر من هيك دوبل تريبل بيحكوا كثير. طيب بنبلش بالحاله او الناحيه النفسيه، ايفي الاشخاص اللي بيحكوا كثير شو بتكون نوع شخصيتهم؟ شو الاسباب؟ خلينا نحدد شوي شو اسم المرض. هو لوغوغي بالفرنش، والافراط بالكلام بالعربي. يعني هني اشخاص مثل ما شفنا بالروبورتاج ما بيسكتوا وبينقلوا من موضوع لموضوع بدون ما يتوقفوا، بدون ما يعملوا وصل بين الفكره والثانيه. هلا شو بتكون شخصيتهم؟ في عنا عده اشياء، ما فينا نعرف هيك، بس فينا نقول الاحتمالات. اول شيء فيكون عندهم قلق كثير كبير، سو بضلهم يحكوا لانه بخافوا يسمعوا السكوت، عم بخافوا يسمعوا غيرهم،
بقى بضلوا يوصلوا فكره بالتاني فكره بالتاني لحتى ما حدا يقدر يعني يعطي كلمه ام يعطي ريمارك ام يسكتوا، خصوصا بخافوا من السكوت بضلوا يعبوا هالفراغ بالحكي بالحكي بالحكي. هلا هيدا بالحاله اللي بنعتبرها طبيعيه، في الحالات الثانيه بيكون عنده امراض نفسيه مثلا في للنسوان لانه هو شوي مرض اكثر للنساء فيها تكون استغيك، في يكون عنده مثلا باي بولر اللي هو مرض كثير خطير وبحاجه لدواء لحتى نقدر نعالجه، فيها تكون عندها ماني عم عنده ماني، يعني دائما بنقول انه النساء بتسرسس بس في كثير رجال بتسرسر كمان ما بيسكتوا، وهو اصلا اللي نحن عم نحكي عليه اكثر من يسرسر، يعني برجع بقول الافراط بالكلام يعني الكلام الزايد. في يكون لنا ماني ما كمان هو مرض خطير، وفي اذا بينقل دائما بحديثه من فكره لفكره بدون ولا صله، يعني في ديسكوردانس بالحكي، في يكون عنده سكيزوفرينيا اللي هو كمان مرض خطير خطير. طيب فيكي، انه اكيد في ناس هدول بنقابلهم احنا بحياتنا، قبل ما نحكي عن الحالات الخاصه قديش الواحد لازم يحكي، قديش لازم يتعلم يسمع الناس، قديش لازم نحاول انه نخلي ونعطي حق للناس الموجودين معنا بالقعده؟ كثير مهم، لانه اول شيء بنقول بالبيليرز تبع الاتيكيت بالاي بي سي عندنا السي هي الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن هي التواصل بين اثنين، طالما في تواصل بين شخصين يعني في اثنين عم بيحكوا مش شخص، في واحد عم بيحكي والثاني عم بيسمع، بيرجعوا بينقلبوا الادوار، بيرجع بيجاوب بيحكي وهداك بيسمع، كثير مهمه مثل ماتش تنس، بضل بقول مثل ماتش تنس، رح تتابع من ميله ميله، قد بعضهم لازم يكونوا عم بيحكوا. قد ايه مهم؟ كثير مهم، لانه اذا انت ما قدرت تتواصل معي ما رح تحب القعده معي، ما رح تنبسط، ما رح ترجع تعيدها. صح. عرفت؟ وما رح نكون كلنا مرتاحين، وما مش رح تحس انه I'm respecting you، اذا ما بعطيك مجال، اسمع حتى رايك. نرجع بنقول ريسبكت كوميونيكيشن، نرجع بنقول بالاتيكيت، مش نقول كثير كثير مهم نسمع الغير ونعطي مجال للغير كمان. صح، قديش موجود هيدا الشيء عندنا بوسطنا بالمحيط نتاعنا؟ اكيد كلنا بنعرف هيك عالم بيحكوا كثير وبيعطوا كثير تفاصيل وبيفوتوا بالتفاصيل، اكيد مش انا بنقعد نظهر من التفاصيل بليز شددوا على الفكره انه اكيد مش انا يا جماعه، لا انا مش كارولين انا مجرد هيدا مجرد مشهد تمثيل وانا كثير شاطره بالتمثيل وكرمال هيك اعطوني شويه كريدت. لا حظنا هيدا الشيء، حتكوني في الموسم الجاي من نجمه العرب اكيد. انتظروني انتظروني قريبا. طيب هدول الناس بيعرفوا انه هم هيك؟ لا ما بيعرفوا، فكروا حالهم انه حالي طبيعيه، بالعكس انه عم يحكوا سوشيال، يمكن بيقولوا انه هم انرجيتيك، انه هن ليه ما بتحكي انت؟ ما بيشحى علي انت ليه ما بتحكي؟ ما بينتبهوا انه هن ما عم بيتركوا مجال للاخر انه يحكي طيب بس عم نعطيكم مجال انتم تحكوا كمان مشاهدينا، اذا حابين تتواصلوا معنا وفي عندكم هذه الحالات في المحيط بتاعكم او ناس بتعرفوهم اكيد بتضلوا تتعايشوا معهم بتحبوهم، تواصلوا معنا على رقم التليفون اللي بيظهر امامكم على الشاشه 961-1683-011، إذا 961-1683-011، وأكيد راح نكون سعداء لسماع تجاربكم. ألوغ هات لنشوف كيف نتعامل مع هدول الناس. اتيكيت وايز ولا نبلش مع إيفي أول شيء؟ كيف بدنا نتعامل مع هدول الناس؟ يعني أنا مثلا رح نبلش بالوليد. إذا الولد في كثير منهم بيسأل كثير أسئلة وبيحكي بيس يعني كمان بيوصل السجاب الثاني ما بيوقف، ودائما عنده إنه بده يلفت نظر هالأدولت عم الطفل الثاني، المفروض نحن ككبار بس يكون عم بيحكي ما نحسسه إنه طب خلص أوكي هلا مثلا بعدين، إذا كثير مضطر في يقرب عليه، أنا دائما بنصح إنه يكون النظر نفس المستوى مش كون انا من فوق عم بحكي، وخصوصا اذا في هيك حاله نفسيه عقد شوي قول له انه انا هلا ماني قادره اسمعك بس اكيد بعدين برجع بسمعك، واذا قادره اسمعه لو انه الموضوع طويل وهيك جرب اسمعه للولد عم بحكي بطريقه يعني حسسه انه انا حابه شو عم بيحكي، مش بانه يعني خلص بدي ابرم انه عم بسمعك واجبات، لانه هالشيء كل ما انا عم برفض اسمعه ما هو عم بيتعلق اكثر بهالشغله وبده يرجع يضل يحكي اكثر واكثر. ديفينتلي فيكي هلا بنسمعك وبنسمع الصبايا ان شاء الله بس بيحكوا، بس خلينا ناخذ اتصال. فهمت عليك. داليدا من الجزائر، مساء الخير. مساء الخير بلال، وشك يا داليدا؟ صافا.
الو قولي لي، انت من الناس اللي بيحكوا ولا من الناس اللي ما بيحكوش؟ اه انت من الناس اللي بيقطعوا التليفون. اوكي اتس اوكي ات هابنز في هيدا النوع مثلا. جماعه وجالي. طيب دليله ان شاء الله يا رب يرجع يعلق معك الخط، لكن الشباب كانوا يقولوا لي بانه هي من الناس اللي بتحكي كثير وهي مدركه بهذا الشيء. الو نعمل لنا الملاحظة لهدول الناس وفي لا غومارك ولا لا؟ في طريقة تنعمل الملاحظة، يعني إذا حسيت ليتس سي إنه أنا قاعدة مع كارولين وكارولين متضايقة وبدها تفسر وبدها تقول شو بها، أوكي بعطيها مجال تحكي، ما بدي أسمع لها، بس إذا مرة على مرة عم بتضل تحكي لا أنا بعطيهم الملاحظة، إذا كبار صغار بغير طريقة بنصير بنعلمهم هاو تو ريسبكت الوقت وواحد ورا الثاني، بس بقول لها إياها بطريقة مش فيك تسكت بتيستا أحكي؟ لا لا اوكي بترى بس لو بتعطيني بس مجال اعطيكي رايي واذا فهمتك صح تقدر ارجع ساعتك، بتكون فاجئت الشخص انه بدك تساعد وبدك تاخذ وتعطي، لو اعطاك دقيقه من وقته بركي بحس انه اعطاك ساعه، بس بهالدقيقه اطلع يور مسج، عرفت؟ دو ات ان جنتل واي، هل بدنا نقولها بولايتلي وجنتلي ومش اجريسفلي. سو لا يعني بنحبذ نقول للشخص بطريقه صح. طيب زينب من الجزائر، ان شاء الله ما ينقطعش خطك يا زينب. زينب مساء الخير. الو مرحبا وسهلا يا زينب، تفضلي. كيفك بلال؟ لاباس الحمد لله. وش راك؟ لاباس عيشك، وانت وش راكي؟ راني نموت نموت على طريقتك وادائك وكيفاش مشرفنا، ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يسلمك ويحفظك، ميرسي يا زنوبه، تفضلي. راح حابه نسال برك المختصه، انه انا عندي متقدم لي واحد انه حاب يخطبني. وصار صار بشكل وبطريقه انه زوج كلمات ما قدرش نحكي معاه. اوكي بيثرثر وما يعطيكش كاع فرصه تحكي. ما كانش فرصه كاع لدرجه انه يوترني، يعني يقدرني استخف منه. اوكي. ايه وممكن طلب ثاني بلال؟ اكيد تفضلي. حابه رقم هاك يعني نيميرو ديالك هذوك تقدر. خلاص اوكي خليها بياخذوك الشباب وبيعطوك اياها ان شاء الله. وشكرا على تواصلك معنا يا زنوبة، وربي يوفقك مع هيدا الثرثار. امين يا ربي. الله يسلمك. الو شو بتعمل؟ بس شو السؤال؟ هي انه هلا انه مخطوبه لواحد وبيثرثر وبيحكي كثير بدرجه انها بتنرفزها، يعني ما بيعطيها مجال تحكي. هي عم تسال انه شو لازم تعمل، كيف تتصرف معه؟ كيف تتعامل معه؟ بتكفي ولا هلا ما فينا نقول اذا بدها تكفي ولا لا، هيدا الشيء بده يرجع لها هي بدها تقرره، بس انه فيها هي تجرب تفسر له شو ما كان اللي بيزعجها، مش بس اذا كان بيصرفه، شو ما كان بيزعجها بهالعلاقه، فيها تكون في كوميونيكيشن بينها وبينه وتفسر له بطريقه لايقه انه هي مزعوجه من هالشيء، واذا هو يعني ما قصر بدها تشوف يا بدها تستوعب هالموضوع وتتعايش معه، يا هي بتقرر شو بدها تعمل. Shall we turn it into a joke مثلا الموضوع للشخص، بنقول انه او بنعمل introduction اذا معي حدا بيحكي كثير للناس الجديد مثلا بقول له باي ذا واي انه لا اوكي خذوا بنادول انه لا لا ما لا لا هيدا لانه بتكون انت you're disrespecting الشخص اوكي انه ما بيكون عارف حاله، عرفت؟ تحطه بموقف بشع رح ينزعج خلص اوكي عرفت ما بتريحه. بس فيك تقول ما فيك تقول اذا عم تعرفني انا بحكي كثير عم تعرفني انه فيكي بتحكي كثير لا اكيد لا لا اوكي إيه لا. بس فيكي بتحب تعطيك لوت اوف هير اكسبيرينس، يعني اذا سالتوها سؤال فيك شي ويل الابوريت ان ا فيري اكستريم واي، عرفت؟ بهالطريقه ما عندها مشكله، فيك تفسر للشخص اوكي. بس انا كان بدي اقول لها كمان للمدام مثل ما قالت مدام ايفي انه اهم شيء بالريليشن شيب هي الكوميونيكيشن، اذا مزعوجه ما فيها تخبيها، مش رح يمشي الحال مع الوقت، فيها واحد ما يمزح شهر شهرين ثلاثة سنة بس بعدين رح ترجع تعمل بوم الخبرية، سو أكيد بدها تقول له إذا ما فيهم يقدروا يتواصلوا من هلا شو بيزعجها اتس بروبلم، سو بلشي بالكوميونيكيشن وهي الاتيكيت، يعني ارتاحي ريحي غيرك تكل شيء كمان يمشي ديفنتلي اوكي. طب إنه ما حنقول عنكم تحكوا أبدا، ما أبدا ما حقول إنكم ثرثارين. أنا عندي سؤال. تفضلي. لا عن جد هلا نحن عم نحكي عن الافراط بالكلام، بفتح هلا بطل واقف لا عم بمزح، عم نحكي عن الافراط بالكلام، نحن عم نقول انه هيدي مش يعني مشكله من الصغر بتبلش صح؟ طيب اليوم المسؤول عن العلاج هو الانتوراج تبعنا المحيط تبعنا، ولا لازم اذا ما لقينا حل والانتوراج ما وصل لحل لازم نلجا ساعتها لاختصاصي لحكيم؟ ما فينا نقول المسؤول عن علاج
الانتوراج ام الشخص حسب الدوغري حسب الشخص قد هو قادر يتقبل انه عنده هو مشكلة. في اشخاص عامله دنيه بتكون ما بتتقبل حيلا مشكله مش بس الافراط بالحكي، في اشخاص بتتقبل هذا مثل ما هالكيس الدوموزيل اتصلت اذا حكيت معه وتقبل وجرب يشتغل هو على حاله يمكن تقطع طريقه لايت، بس في اشخاص لا ما فيها بدها علاج، بدها تشوف شو الانكسيتي اللي عم تحرك عندها هالحكي، من شو خايفه بالمجتمع، بس نحط بالمجتمع من شو خايفه لدائما بدها تعبي بدها تعبي بدها تعبي الاشياء. اكسلون تري بيان. طيب اذا صار مثل الصبيه زنوبه تقدم لكم حدا بيحكي كثير شو بتعملوا؟ انا صراحه ما بتحمل. ما بتتحمل ابدا. بتحبي الحدا الرايق؟ مش رايق بس انه في في ليميتس اكيد، يعني واحد ما فيه يتحمل كل الوقت حكي 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 حكي، وبعدين واحد ما فيه كمان يضل هو المستمع كل الوقت، يعني لازم كمان يكون في انتر اكشن مثل ما كانت عم تقول فيكي. يعني انا ما بتحمل حدا قاعد يحكي مونولوج. ايه عامل مونولوج لحاله، بدي احس انه انا كمان بدي احكي، ولازم اكيد يكون في ليميتس لحكيه ولحكيه. صح ابسولوتلي. هلا في شغله انه في اشخاص تبقى هي مهضومه بالفطره، بس تكون عم تحكي حتى لو بتحكي كثير بتتقبلها منها لانه بتكون عم تضحك انت كل الوقت، بس جو. في عالم بتحكي وبنفس الوقت دير بورينج، يعني بزهقوك بقعدتهم بتزعج، فهيدي المشكله. فانا لا ما بقدر اكون مع شخص اذا ما بيضحكني وكثير بيحكي، هي مشكله. صح برافو عليكي. طيب في عنا دعاء من ليبيا. دعاء مساء الخير. مساء النور يا بلال، ازيك؟ الحمد لله الله يسلمك، ازيك انت؟ كويسه لاباس عليك. لاباس عيشك، تفضلي. منور يا بلال، ربي يحفظك بيكم ان شاء الله. انا ما برغيش كتير يا بلال، لما الزبائن لما بيجوني الصيدليه بيزهقوني. ربي يحفظك. كيفاش خبرين على تجاربك؟ انا الزبائن لما بيجوني الصيدليه، انا فارماسيه شغاله في الصيدليه، بيرغوا كتير كتير كتير. انه بيرغوا اشياء ليها علاقه بالادويه اللي بيجوا بيشتروها، ولا بيخبروكي قصصهم وحياتهم؟ يا ريت، بيقعدوا يرغوا عن الدواء ويلفوا ويدوروا وانا راسي خلاص، وانا لما حد يرغي كثير ما بردش عليه بطنشه. عاد انت في الصيدليه بتاخذي لك حبه مهدئ وخلاص ومش الحال. يا ريت المهدئ ينفع في الصيدليه يا بلال، وانا نوعيتي ما برغيش كثير بسكت. اوكي دعاء ربي يحفظك و جود لك ليك ان شاء الله. ميرسي يا بلال، انا متابعه برنامجكم على طول وبحبكم كلكم انت ونيفين وساسا. ربي يحفظك ويسلمك، شكرا ليك، شكرا لمتابعتك ولذوقك. طيب الناس اللي بيشتغلوا بالقطاع العام ولازم يتعاملوا مع الناس، ما في حدا يجي يقعد يرغي عندي ساعتين، في طريقه معينه لحسسه انه هلو انا مني؟ في طريقه نحجة من اي في مثلا أكيد. لازم تروح تاخذ سيشن تخلي ناس تسمعك بس انه اكيد اذا شيء هيك، بس لا انا عودت سيدة لها بالفارماسي انه اذا قاعده فيها دغري تطلب من الشخص، قول له بس لحظه، بس قول لي شو المشكله بس هلا على السريع، طريقه مش اجريسيف كمان، تكون هي عم تضحك، تاخذ منه الانفورميشن ترجع تسمع، انه مرات شخص بده يعطي وياخذ ويحكي، بس اذا في كثير عليها ضغط فيها تقول له عن جد نرجع اذا بدك رجعت علي غير مره بترجع تحكي لنا، بس هلا عندي ضغط عليك وبدي ركز عليك، هلا ما في ركز. عرفت؟ بتكون قالت له الشخص تو ستوب، بس اهم شيء اذا بلش يحكوا ترجع تساله لا افهم، لكن انت كنت بدك هيك 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 1 2 3 بوينت اوكي دونك ذس، عرفت؟ عملت له سمري وبترجع هلا يور بوينت اوف فيو. هلا اكيد بس يكون في شخص عم يحكي، في شخص قباله عم بيسمعه، سو هالشخص اللي عم بيسمع اذا عطى اتيتيود بدون ما يحكي اوقات من نظره من الجسد، لغه الجسد، الشخص اللي قباله اذا كان كثير عم يحكي ام عم بيزعج ام عم بيمزح زياده بسيتياسيون ما لازم يمزح، انه حسب بده يفهم وبده يعني بده يغير الموضوع، عم يغير سيتويشن، لان في 50% على عم يحكي وفي 50% على عم يسمع. طيب لو رجعنا لموضوع الادوكاسيون والتربيه بالنسبه للاهل، انه اذا هيدا الشيء بيخلق مع الواحد او هي صفه مكتسبه مع الوقت، اذا شيء ممكن يطلع بشوفه انا عند الشخص بيجيه وهو تينيجر بيصير هيك فلافي وهايبر، او يمكن هيدا الشيء ممكن يكون بطبيعه الشخص. هلا بالعمر اللي بده يتعلم الولد فيه يحكي، اذا نحن سمعناه مزبوط وتركنا له مجال يحكي اشمالا ما رح يفوت بهالمشكله انه بده يعني يكون عنده افراط بالحكي، الا اذا في اسباب ثانيه مثل ما سميناهم. ونحن مثل ما فيكي
حكيت يعني افضل هي تحكي على الموضوع. لازم نعلم الولد انه في لو ريسبي، في بدك مجبور انت تيتولير لوتر اذا كان عم يحكي، لو الحديث ما بيعجبك لازم تسمعه وتحترم وجهه نظره لو ما كانت وجهه نظره من وجهه نظرك. هيك بيربى الولد على احترام الاخر، على تقبل الاخر، بقى بصير اذا بده يحكي ما بيحكي كثير لانه عم يحترم الاخر. صح. طيب ناخذ اتصال اخر. حوريه من الجزائر. حوريه مساء الخير. نعم. شو رايك يا حوريه؟ لاباس الحمد لله. وانتم لاباس؟ لاباس الحمد لله. الو قولي لنا، انت عندك مشكله مع ناس تحكي كثير بالثرثر؟ جوستومون توت ا فيت كونتخار. العكس. اوكي. العكس تماما. زوجي لا يتكلم ابدا ابدا. ولا شيء. تقريبا تقريبا ولا شيء. يعني بيرجع للبيت بيقعد ساكت. تتفق. تقعدي انت تحركشي فيه وتقعدي انت تحاولي تطلعي منه تشحتي منه الكلمه والجمله. اكزاكتومون بون جو بارل بون با ترو ماشي كيما نقولوا الاخوات. اها. مي جو بارل نورمالمون. طيب وبرا بتشوفيه بيحكي مع اصحابه؟ هالمره مثلا لاحظتي انه برا البيت لسانه ماشي ولا هيدي طبيعته؟ سي اون ناتور عنده. سي اون ناتور اون بو دير سي اون ناتور مي بون افيك سي كومباني بارل كامام. طيب هلا بنشوف ايفي شو بتخبرينا على هيدي حاله عكس. سيت ان كوبل هني ماري. هني كوبل. مثل ما قلنا قبل هي ذاتها في لا كوميونيكاسيون دون لو كوبل، فيها تجي هي تقول له انه انا هالموضوع ان كان الحكي ام عدم الحكي ام الحكي ام اي شيء اخر هالشيء بيزعجني، ومفروض انه مثل ما هي بتغير الاشياء اللي بتزعجه مفروض هو يعمل افار يغير الاشياء اللي بتزعجه لحتى يقدر يستمر الكوب. يعني اذا بالكوب هلا عم نروح على موضوع ثاني، يعني اذا ما عم يعملوا كومبرومي لحتى يقدروا يضبطوا هالكوب بده يجي وقت يفوت. يعني بس هو اذا طبيعه الشخص هيك، في اشخاص طبيعتهم مش انه هي لازم تو، مش انه ما بده يحكي، بس هو طبيعته هيك. طبيعته هيك، في واحد يعمل افار يغير هالطبيعه، يعني ولو سيارة لها هي يمكن بس تحكي بالمواضيع. هي فيها كمان تجرب تخترع له مواضيع بتهمه، يعني مثلا اذا هو بحب الفوتبول ما تسيره عن الموضه، سيره عن الفوتبول. مثلا اذا بحب شغله كثير تساله اشياء تعمل له انتري، يعني لا شو صار معك بالشغل اكسترا، الموضوع يكون بيجذبه. اوكي فيكي. يعني كمان بقول له انه تجرب تدرس شو الاسئله اللي لازم تساله اياهم. يعني في عنا open end question و closed end question. closed end يعني بساله كيفك، بيقول لها منيح، عملتي هيك، ايه لا، كل شيء جواب يعني في possibility جوزها يجاوبها بكلمه، ترجع تسالهم بغير طريقه حتى يفسر اكثر. يعني كان نهارك حلو، بيقول لها ايه، هي خبرني شو عملت اليوم بنهارك. اذا قال لها ما عملت شيء، ما عملت شيء، بس ما رحت على اساس عملت ما شفت شيء، شو صار معك هون؟ خلي الجواب يكون بطريقه اكثر من جمله جملتين، بتصير بتحبسه وبتشجعه يحكي اكثر. ديفنتلي. سو هودي الكويشنز بتصير هي عن جد تفكر فيهم اكثر من اكثر بشوي لحتى ما يكون يس نو منيح مش منيح. ابسولوتلي. على العموم احنا موضوعنا كثير طويل، يعني يمكن كمان نكفي شوي هلا بعد الفاصل، لكن من خلال اتصال الاخت يمكن لازم نتطرق لموضوع اخر، انه الناس اللي فعلا they having fun برا بيجوا للبيت ما بيحكوا، في ناس بيحسدوا الوحده انه يا جوزك هيز فيري فاني ويا اكيد عامل لك اجواء بالبيت، بس بالبيت هيز توتالي ديفرنت بيرسون. فيمكن هذا كمان موضوع بنحكي عنه ليتر، كيف الشخصيه بتتلون وتتنوع من محل للثاني ومن ظروف لاخرى. جيرلز بعدكم معنا باقيين وان شاء الله بيتلحلح لسانكم وبتصيروا بتحكوا بعدين، لانه ستيفي سليحه بعتكم عند ايفي لتشوف شو الموضوع. ما بدهم شيء. كيس. بجننوا. كيس لو تشوفيهم